طيب، يعطيكم العافية. المحاضرات الماضية حكينا عن الكير فيتنج، بعدين ربطناه قلنا بإشي اسمه لينير ريجريشن، بعدين نطينا صرنا نحكي عن الكلاسيفيكيشن. باللينير ريجريشن والكلاسيفيكيشن اللي هم مهمين جدا بالماشين ليرنينج، لاحظتوا كذا، سواء لينير ريجريشن او بالكلاسيفيكيشن، بدنا نرسم هايبر بلين بالاخير، نلاقي هايبر بلين. بما انه الهايبر بلينز مهمه لنا باللينير ريجريشن وبالكلاسيفيكيشن، حنحكي عنها شوي وذا ليتل بيت مور ديتيلز بالمحاضره هاي، وان شاء الله الوقت يعني ان شاء الله بيسعفنا مشان نغطي الجوريثم بحل لي مشكله انه اختار ذا بيست هايبر بلين بحاله الكلاسيفيكيشن اللي حكينا عنها المره الماضيه اسمها اللينير ليست بروبابيليتي. لما يكون الداتا بقدر ارسم هايبر بلين يفصله او لاين بحاله ال 2 دي كيس. هايبر بلينز appeared in both linear regression and classification، عشان هيك بدنا نصرف عليهم وقت زياده. definition: هايبر بلين ان ار دي، عندي دي dimensional space هو set of points ب d minus 1 space. اوكي، يعني اذا عندي 2 dimensional plane كانت خط، عشان هيك كانت اقل بدايمنشن. such that، احنا قلنا this means such that، نكتب لكم اياها such that، عندي 2 vectors اذا بضربهم ببعض بيكون عندي دائما الجواب ثابت. ثابت، لاحظوا b w و b هنا constants، بس w هو constants ب هو عباره عن vector d minus 1 vector، بينما b عباره عن just a real number a scalar number. يعني لاحظوا شو هذا الفورم، w transpose psi equals some number، او w transpose psi عباره عن ايش حكينا عنه احنا، مش نورم نفس الفيكتور، بس هذولا dot product او inner product. فعندي dot product between a constant vector ومجموعه من هاي ساي، ممكن تكون مجموعة من النقاط اللي موجودة على الهايبر بلين دائما بتكون constant. فمثلا بدي أعطيكم example in two dimensional space، هاي عندي هايبر بلين، هاي مجموعة النقاط، كل هاي النقاط طبعا W تلدا أنا مسميه اللي هو الكونستنت فيكتور، وأنا معطيكم قيمته ماينس نص واحد، وبي معطيكم 3، وراسم لكم الهايبر بلين. الكونستانتس هون بدنا نركز عليها انه هي الدبليو والبي، ساعتها هاي مجموعة النقاط اللي هي ساي اللي إلها 2 coordinates x1 و x2 اللي بتحقق لي هاي المعادلة. طيب هذا كود اللي بحب منكم يتفرج عليه يتسلى، مش حافوت على ماتلاب وأبلش أطبع وكذا، ورجيتكم كيف انا رسمت الهايبر بلين. بس هلا نحكي عنه ليتل مور ديتيلز. بدي اورجيكم انه دبليو تيلدا عباره عن اللي احنا قلنا مش هاي قانون الهايبر بلين، دبليو تيلدا بتكون عموديه على الهايبر بلين، بتكون اورثوغونال، يعني الدوت برودكت بين دبليو تيلدا واي خلينا نحكي تو فيكتورز أو أي فيكتور اتجاهه هيك أو هيك، شو بده يكون؟ زيرو. أوكي؟ طيب خلينا let's start by picking two random points. بدي أورجيكم ليش إنه W عمودية، ليش تطلع W عمودية. فنختار two random points ونفترض إنه هذول random points zeta 1 وzeta 2 أو psi 1 وsi 2 they lie on the hyperplane، يعني بيكونوا موجودين على الهايبر. تذكروا طبعا كل نقطة عبارة عن فيكتور 2 coordinates x1 و x2. طيب في مشكلة بالسلايد، was supposed to show more، فأنا اخترت 2 points psi 1 و psi 2. اوكي، بعدين بدي أحسب الفرق بين psi 1 و psi 2
لما احسب الفرق بيناتهم طلع عندي هذا الفيكتور اللي انا راسمه. لما نحكي ساي 1 ماينس ساي 2 بيكون عباره عن فيكتور ببلش بساي 2 وبروح لساي 1. طيب هلا كيف انا بدي، انا حكيت لكم انه دبليو تلدا لما اعملها دوت برودكت مع هذا الفيكتور اللي هو هنا باللون البرتقالي ذس فيكتور حيطلع زيرو. في حدا مش عارف او مش شايف كيف بيطلع زيرو؟ لا بس انا اعطيتك هنت بالبدايه، قلت لك اوريدي متعامد، بس انا اعطيتك الجواب بدك تثبت لي اياه. بتروح بتقول لي ما هي دبليو تلدا ترانسبوز تايمز ساي 1 شو بتساوي؟ لا اي القانون بي، ودبليو تلدا تايمز ساي 2 برضه بي، لما اطرحهم من بعض بيطلع زيرو. معناته انه دبليو تلدا راح تكون متعامده على الفيكتور ساي 1 وساي 2، which means انه دبليو تلدا راح تكون perpendicular او orthogonal للهايبر بلين. simple as that. طيب هسه بدنا نورجي كي show that الراديال ديستانس، بدي اسمي هاي المسافه من هون لهون بدي اسميها تلدا، هي من الاوريجين لحديت الهايبر بلين بدي اسميها، خلينا نعتبرها اقصر مسافه. ولاحظوا شو اتجاهها هاي المسافه، لا مش اتجاهها بنفس اتجاه دبليو تلدا لانها اقصر مسافه، لو بدي اخذها بزاويه مختلفه بتطلع اطول. القصد فيها هاي المسافه البعد عن الاوريجن، قديش الهايبر بلين بعيد عن الاوريجن، هاي بدنا نحكي لها البايس او الاوفست ديستانس. فهنا لما تحكي الراديال ديستانس دلتا من الاوريجن اللي هاي بسميها بايز او ثريشولد لقدام، هلا حتعرفوا ليش اسمها ثريشولد، بدنا نورجي انها تعتمد على قيمه بي از فانكشن اوف بي. خلينا نفترض انه في نقطه اسمها ساي نوت. ساي نوت شو اتجاهها؟ نفس اتجاه دبليو. طب شو قيمتها؟ احنا مش عارفين شو هي، بس بدنا نحدد اتجاهها. فانا لما احكي دبليو تقسيم نورم دبليو شو انا لقيت؟ اليونت فيكتور، عشان هيك انا مسميه دبليو تلدا هات، هذا عباره عن يونت فيكتور باي دايركشن، ان ذا دايركشن اوف دبليو تلدا. اوكي، فانا عندي بدي افترض انه هاي النقطة شايفينها وين رسمتها ساي نوت، وهسه بدي اعوض هاي النقطة بس بمعادلة الهايبر بلين وشوف شو بصير عندي. بعدين سبستيتيوت ساي نوت ان هايبر بلين ايكويشن، هاي الهايبر بلين ايكويشن يا جماعة، فعندي W tilde transpose times psi naught equals B. يعني W tilde transpose times delta هنا W tilde divided by norm equals B. طيب شو ها، كيف نقدر نبسطها؟ نكتبها طريقة مختلفة نعيد الترتيب. هاي شغلة حلوة طلعت سهلة، لأنه W transpose times W شو بتطلع؟ شو 1؟ احنا بنعرف W شو قيمة، هاي W قيمتها عرفناها. شو عرفناها؟ by definition أي vector باخذ الكولوم فيكتور باخذ الترانسبوز تبعه وبضربه بنفسه شو نفس القيمة؟ والله غير شل، ما فيش شعر شل خويا، بيطلع عندي النورم سكويرد، النورم سكويرد. فهون صفى عندي هذا الحكي
هذا عبارة عن النورم ل W tilde squared. معناته صف عندي النورم بيساوي B. طيب معناته شو شو دلتا شو بتساوي؟ B تقسيم. يعني لاحظوا إذا النورم تبعها واحد، الأوفست من الأوريجن لحديت ما أصل هايبر بلين، ما أصل النقطة الساين نوت، بتساوي B. It's only a function of B. بس طبعاً W ممكن تكون الماجنتيود تبعه، إحنا متفقين على الدايركشن تبعه خلينا نقول، أو ممكن نتفق على الدايركشن تبعه، بس الماجنتيود تبعه ممكن يكون 10 20 30 arbitrary. فعشان هيك البايز له علاقة بالماجنتيود أو الديستانس دلتا، إلها علاقة ب بي وإلها علاقة بقديش الماجنتيود بتاعت البيربنديكولر هذا فيكتور W. طبعا هون بالرسمة هاي أنا رسم لكم in pink W tilde، بس بعد ما عملت لها bias، يعني إذا بدنا نرسم W tilde من الأوريجين بيطلع نفس الفيكتور، بس هون موجود هون، بس أنا زحته شوي حطيته على الهايبر بلين عشان أورجيكم إنه it's perpendicular to the hyper. هسا في طريقة ممكن أمهد فيها للتوبيك الجاي، إذا بعطيكم أي نقطة لنفترض هون، اوكي بدي افترض انه ناو خلينا ناخذ لون هذا، بدي افترض انه هاي ماي نيو اوريجين، اوكي اللي هي ساي نوت ماي نيو اوريجين، بدي ارسم هيك الدوت برودكت بين هاي النقطه، اوكي سموها ساي سب ان مثلا، هاي النقطه والدبليو تيلدا، الدوت برودكت راح تكون قيمته موجبه ولا سالبه؟ مش دوت برودكت متذكرينه الماجنتيود تبع الاول الماجنتيود تبع الثاني بكوساين الزاويه بيناتهم، اذا الزاويه حاده شو بصير؟ اذا الزاويه اكثر من 90 شو بصير؟ هيك موجب، اذا الزاويه اكثر، اذا خلينا نحكي هاي كمان نقطه هون، راح يصير دبليو تيلدا تايمز الفيكتور هذا دوت برودكت بيناتهم والدبليو تيلدا وهذا الفيكتور موجبة، بينما W tilde بعملها dot product مع هذا الفيكتور هون، راح نشوف انه W tilde transpose psi minus B equals zero هي نفس معادلة الخط هذا، صح؟ نفس معادلة هاي، اوكي بس اذا صار عندي W tilde psi minus B أكبر من زيرو أو أقل من زيرو، اللي هم هنا أكبر من زيرو وهنا أقل من زيرو، للكلاسيفيكيشن حتفيدنا. طيب هلأ لقدام كمان بتوضح الأمور أكثر. طيب الهايبر بلين معناته W tilde transpose أو dot product بين W tilde و psi equals B، هاي معادلته is described by the equation، يعني أنا هون شوي لعبت بالنوتيشن، بدي أرجع للإكويجن اللي بلشتكم فيها بالإنترودكشن لللينير ريجريشن وبالإنترودكشن للكلاسيفيكيشن. البايز هاد بدي أفترض إنه B بتساوي ماينس أوميجا سب زيرو، أوكي ماينس أوميجا نوت، وبدي أفترض أسمي فاريبل جديد أسميه W، أجمع فيه ال W زيرو والW tilde الأصلية، أوكي؟ إذا عندي variable كمان X بدي أفترض إنه بساوي واحد وساي، ساي اللي هي هاي نفسها، أوكي؟ طبعاً ساي it could be in d-dimensional space، يعني إحنا أخذنا المثال إنه ساي عبارة عن X1 و X2، بس هذا عشان نوضح لكم المبدأ نقدر نرسم 2-dimensional space بسهولة، بس ممكن يكون d-dimensional space.
مين منكم الشايف انه W transpose times X equals zero هاي المعادلة هي نفسها هاي المعادلة simply يا جماعة خلينا نأخذ مش هي W tilde transpose psi minus B equals zero وإحنا حكينا let B equals minus omega naught يعني بتصير عندي معادلة W أو بدني أعيد ترتيبها بطريقة مختلفة W zero أوكي مضروبة بواحد plus W tilde transpose مضروبة بساي equals zero طب بقدرش أعيد ترتيب أنا أحط W هذا فيكتور مضروب بواحد وساي بعطيني زيرو فهذا هي الدبليو الجديدة طبعا هنا أنا ما أخذلها مش بدي أضربها بدي أعملها ترانسبوز لأن فعليا المعادلة الجديدة X transpose times W أو W transpose times X same thing لأنه بالأخير نتيجة سكيلر لهون كل شيء واضح أنا بس بدل ما أكتب المعادلة بحيث إنها الـ perpendicular vector هذا اللي سميناه constant W times psi equals B كتبت على أساس إنها X transpose W equals zero هالمرة W هايها والX هايها هذا مشان يكون consistent مع النوتيشن اللي افترضناه بالمحاضرات السابقة طيب Check that the hyperplane is described by the equation. كلنا شفنا هذا الحكي واضح ولا مش واضح من عيده. إذا مش واضح. يعني إذا عندي أنا W هيك خلينا نأخذ X transpose خلينا نعوض نشوف إذا الشغل صح ولا لا. مش هاي X وهاي W بدي أخذ X transpose W. هاي بتساوي إيش؟ 1 وهي ساي ترانسبوز طبعا هاي الشغله بتكون انتبهوا لها لما اعمل ترانسبوز لماتريكس يكون واحد من الاليمنتس فيها از ا فيكتور اوكي بدي اعمل ترانسبوز للفيكتور هذاك ان ات ميك سنس ليش لما انا اخذ اذا بحكي لكم اكس از ا كولوم فيكتور مش لازم الترانسبوز تبعه يكون رو فيكتور مشان يكون X مشان تكون هاي رو فيكتور لازم أنا أخذ ساي ترانسبوز لأنه ساي is a column vector طيب إذا هاي بضربها ب W W عبارة عن W نوت وال W تلدة هاي شو بتساوي W نوت plus ساي ترانسبوز W تلدة which equals zero طيب هذا بقدر احكي انه w transpose psi صح يعني لما احكي يعني لما اقول لكم x1 transpose x2 هي نفسها x2 transpose x في حدا مش عارف هاي عندي two column vectors of the same dimension بدي اخذ الدوت برودكت بيناتهم لما احكي الفيكتور الاول دوت برودكت الثاني او الفيكتور الثاني دوت برودكت الاول بيطلع نفس النتيجه طيب فهون يعني هذا الحكي بيساوي اوميجا 0 بلس خلينا هاي نغيرها ل دبليو تيلدا ترانسبوز ساي ايكوال 0 طيب خذوا الاوميجا نوت على هاي الجهه وتذكروا انه احنا افترضنا انه b بتساوي ماينس اوميجا نوت تطلع عندي المعادله هاي اوكي ستريت فورورد لاحظوا انه w0 لها علاقه ب اللي هي بتحدد لي اتفقنا بالسلايد اللي قبليه ثريشولد اوفست بايز كل هاي الكلمات مرتبطه بال w0 او بقيمه b طيب فايند x and w
for the example مش اتفقنا هذا التعريف الجديد شو x وشو w للاكزامبل بالفيجر هذا خلينا نبلش ب w اللي هي هاي مش w تلده شو w بتساوي w0 و w تلده سالب 3 يعني b هي ماينس اوميجا نوت فلازم يعني اوميجا نوت بتساوي ماينس b طيب هذا it's a column vector w tilde بعوض الانتريز تاعته ماينس نص واحد طيب x هسه اللي احنا سميناها x bold هاي bold x إذا ساي اعتبرنا هي عبارة عن two coordinates x1 و x2 x حتكون exactly في عندي 1 بالبداية وهنا x1 هنا x2 x1 اللي هي الهوريزنتال و x2 الفيرتيكال طيب هسه لاحظوا لي we want to determine the half spaces هاي كمان تسمية هلا سمينا احنا الخط هذا hyperplane هسه لما يكون x transpose w equals 0 يعني هذا الخط اللي هو x transpose w equals 0 طيب بدنا نحدد ال half spaces انا ال space عندي كم dimension تاعه two dimensional space بس قسمته من خلال الهايبر بلين ل two half spaces واحد منهم بحقق لي معادله x transpose w اكبر من 0 واحد x transpose w is less than 0 اللي باتجاه خلينا نكون حذرين بالفوق واللي تحت اللي مع اتجاه اللي بعيد عن الهايبر بلين بعيد عن الهايبر بلين مع اتجاه اوميجا راح يكون اي واحد فيهم البوزيتيف ابدا لونه باللون الغلط بدي الونه باللون الاخضر ما عنديش اخضر شوف بلكي في انذر كلر او تو بيك كلرز تبي تستعملوا خيالكم متاكد طيب بلاش في فكرة أحسن يعني اسمع كل تعبي راح بسيطة طيب ماشي طيب خلاص نعبر عنها مثلا الأزرق هاي الهاف سبيس الأول اللي هو أكبر من زيرو وهذا باللون الأحمر اللي هو هذا الهاف سبيس الثاني اذا كان اتجاه الفيكتور هذا دبليو للعكس اوكي بالعكس لتحت معناته هذا حيكون البوزيتيف هاف سبيس وهذا النيجاتيف اتذكروا كيف لما اعطيتكم نقطتين وعملنا دوت برودكت مع دبليو بس اعتبرنا الاوريجين تبعنا الجديد اللي هو نعم ركزوا لي هون وين نروح بدي اروح على سلايدات ياسر ابو مصطفى احط لكم الليكتشر 1 تاعته بس بدنا نروح احدد لكم بالضبط السلايدات 8 to 90 وين نروح we need to stop here ياسر سلايد 7
هذا الفريم ورك يا جماعة تبع المشين ليرنينج. في عندي علاقة أو unknown target function، تذكروا لي هون الريجريشن مثلا، linear regression. كان عندي function بربط بين some input space و space of outputs اللي هم x و y. طبعا النوتيشن هذا حكيت لكم عنه، انه عندي function that maps values in the domain x ل domain y. هذا الفانكشن احنا مش عارفينه، بس هذا اللي اجت منه الداتا. انا بس عندي الداتا، ما بعرف شو هذا الفانكشن. اللي عندي اياه بس examples. هاي examples عبارة عن pairs اللي سميناهم x1 y. بعدين من خلال هاي examples انا بدي الاقي احسن hypothesis احنا سميناها g، اللي we are hoping، احنا بنتأمل انه g بتساوي تقريبا f. طيب بس كيف بلاقي جي؟ اول اشي بدي احدد الموديل. الموديل او اللي هو استعملنا نفس النوتيشن اللي هو الاتش. الموديل او اللي هو سميناه برضو الهايبوتيسيس سيت. هنا هايبوتيسيس، انا بفضل هايبوتيسيس بالاي جمع. اوكي، فعندي انا مجموعة مثلا اخترت خط لاين كل فاليو للبارامترز للبارامتر فيكتور، هاي هايبوتيسيس مختلفة. انا بدي اختار الهايبوتيسيس مثلا اللي قللت لي least squared error بحالة الريجريشن، قللت لي عفوا الـ squared الـ mean squares error بحالة الـ. هسه هنا بيجي دور الـ learning algorithm. هسه الـ learning algorithm بدور لي على أحسن parameter vector، بس بحالة الـ linear regression والـ pseudo inverse بالتحديد ما فيش هالصعوبة، هو عبارة عن calculation. احنا بنحسب الـ pseudo inverse، يعني ما فيش هالالجوريثم المعقد. عندي بدي بس اللهم الجوريثم يضرب لي ماتريسز بعض وياخذ لي انفرس لماتريس. بس this is the framework of machine learning، بالتحديد السوبرفايزد machine learning. بس بنحكي شو يعني سوبرفايزد وشو الانواع الثانيه. بس انا عندي examples، عندي الانبوتس وعندي الاوتبوتس، او عندي شو سميناها labeled data، الداتا بوينتس x1 ل x sub n في الليبل تبعها اللي هي y. هلا بحاله الكلاسيفيكيشن الليبل بيكون باينري، قطه كلب بلس 1 ماينس 1. بحاله اللينير ريجريشن الليبل بيكون رقم ريل نمبر. اوكي، طيب في اكزامبل هنا اللي هو مثلا كلاسيفيكيشن اكزامبل. هلا البنك تروح تقدم له كريدت كارد، أي أساس يقبلك، يقبل طلبك ولا يرفض طلبك؟ مثلا بأمريكا روحوا في عندهم مجموعة من الفيتشرز بأخذوها، قديش عمرك، بتشتغل ما بتشتغل، عليك ديون قبل هيك، هاي إيش؟ هاي الفيتشرز. أوكي، وبناء عليها بحددوا أعطيه لون، أعطيه كريدت كارد ولا ما أعطيه كريدت كارد. طب يعني هاي عبارة عن classification ولا regression problem؟ classification، لأنه الـ output عبارة أعطيه أو ما أعطيه، plus one أو minus one. بس البنك بده يشتغل بطريقة أحسن، بقول أنا بدي أستعمل historical records of old clients، الزباين اللي قبل اللي أنا أعطيتهم credit card واللي رفضت الـ credit card تبعهم، أو رفضت الـ الطلب اللي قبلت عفوا. This is a good point. اللي قبلت طلبهم، بدي أشوف بعد فترة إذا ما دفعوش دفعة، إجا وقت مثلاً دفعة مستحقة وما دفعوها، هذول بدي أحط عليهم label إيش؟ bad minus one، bad credit minus one، مشان بالمستقبل إذا إجاني زبون عنده نفس الفيتشرز تاعت الزبون هذا اللي تخلف عن دفعة، ما أعطيهوش. لاحظوا في نوع من البايز، في نوع من البايز. ليش؟ لأنه أنا بس بتفرج على مجموعة الناس اللي قبلت طلبهم بالبداية. يعني أنا كيف بقبل طلبك أول إشي، وبعد مثلاً 3 سنين بصير عندك كريدت هيستوري، بشوف والله مش مسدد كثير دفعات هذا باد. بس في ناس إجوا بالأصل تقدموا لي بدهم قرض وبدهم كريدت كارد، وأنا أصلاً ما أعطيتهم مش، فهذول ممكن بيقدروا. فهي اوريدي كل موضوع فيه شويه بايس، بس ستيل انا عندي هالتريننج داتا، عندي مجموعه من الاولد كاستمرز وعليهم ليبل، ها
هذا plus one هذا minus one. plus one يعني good customer, minus one يعني bad customer. إجاني customer جديد بالfeatures ما فيش zero plus one أو minus one. إجاني customer جديد بدي أصنفه أعطيه, إذا plus one بيطلع معي حسب الألغوريثم الذكي هذا اللي بدي أعمله, إذا plus one بدي أعطيه أقبل طلبه, إذا minus one بدي أرفضه. طيب فهسه أنا وصلنا عندنا موديل وبدنا من هذا الموديل نختار some hypothesis اللي هي the best hypothesis اللي بتقلل لي error مثلا اسمها G. هذول اثنين مع بعض كيف نختار G؟ من نعمل tuning the parameters زي ما حكى زميلك, وبدي learning algorithm. هذول مع بعض اثنين انه كيف اختار الموديل وكيف ادور على احسن hypothesis بال set of hypothesis, هذا اسمه الليرنينج, الليرنينج موديل. طيب نرجع للإكزامبل تبعنا, نفسه الكريدت أبروفل إكزامبل. هاي إكس شو هاي بتعطيني؟ أتريبيوت شو كاستمر, شو يعني قلنا أتريبيوت؟ هي الفيتشرز, قدي عمره بيدفع, عفوا بيشتغل ما بيشتغل, هيك بدها تكون الفيتشرز. طيب بدنا نعمل إنه أبروف the credit إذا dot product بين some parameter vector W مع X. مين منكم شايف إنه هذا dot product؟ يعني إحنا حتى بالnotation تبعنا اللي نساوي الشغلة PDF annotator عشان نحط annotations. مين منكو مش واضح؟ نرجع هيك. طيب مين منكو مش واضح انه هذا الاكسبريشن عبارة عن دوت برودكت بيشبه لو هنا سمينا تلدة, this is W تلدة, مثلا this is W tilde times psi, this is W tilde times psi. أي dot product between two vectors of the same length عبارة عن summation لكل element, elements الأول بكل vector بضرب من بعض, الثانيين بضرب من بعض وهكذا, بعدين بجمع النتيجة. هذا this is the dot product, وهذا اللي حكينا لكم إياه قبل, أعطيناكم definition أكبر لل dot product أعطيناكم إياه. طيب كيف نقول إذا الدوت برودكت هذا أكبر من some threshold value, this is a good customer, approve credit plus one, plus one. deny credit بدنا نعطيها value minus one إذا الرقم هذا أقل من the threshold. طيب بالأخير هذا عبارة عن دوت برودكت رح يعطيني ثابت صح؟ رح يعطيني رقم, كيف بدي طيب احوله ل بلس 1 وماينس 1؟ لا يعني هون طلع عندي رقم موجب. اذا عندي مثلا w ترانسبوز x is minus b اكبر, هاي الثريشولد b باي ذا واي, وهاي ال b. اذا عندي مثلا w tilde ترانسبوز psi minus b أكبر من zero approve credit, إذا less than zero deny credit. طيب يا جماعة هذا كيف بدي أحوله لبس binary values الـ output؟ بأخذ sign. يعني إذا طلع 10 20 50 بيطلع plus 1, إذا طلع minus 0.01 ولا minus 1000 minus 1. هيك أنا حولت, زي حولت, زي كأني حولت regression problem حولتها لـ classification problem من خلال استعمال sine function. طيب شو بده يساوي هسا ياسر أبو مصطفى؟ توقعوا بده الثريشولد هاد اللي أنا سميه B يحوله لـ
some value وفوتها على الفكتور تاعت W. سماها إيش؟ W0 هون. مش هون حكينا بيطلع عندي minus B أكبر من 0 أو minus B. هاي هي W0. ففعلياً h of x شو بعرفنا إحنا بتساوي w transpose x، بس أنا بدي أخذ الساين تاعتها، بدي أخذ الساين تاعتها عشان تعطيني يا plus 1 يا minus 1. وهيك أنا صار عندي algorithm بيعمل لي hyperplane. هسا أنا بدي ألعب بال w value أو الفيكتور w parameter vector، بدي أغيره. يعني هذول الداتا أول إشي تفرج عليها الداتا هاي، this is a linearly separable data. شو يعني linearly separable data؟ يعني بقدر ألاقي خط أقسم أقسمها ل two half spaces، ب half space موجود كل الداتا اللي إلها label plus one، وبال other half space الداتا اللي إلها label minus one. بس أنا بدي algorithm وصلني للحل، مش هتفرج انا اظلني اتفرج على الداتا وانا ارسم بعدين. باي ذا واي ذيس از ا تو دايمنشنال بروبلم، مرات تكون هاير دايمنشنال. انا بدي الجوريثم اوتوماتيد بروسيس. في الجوريثم اسمه ذا بيرسبترون ليرنينج الجوريثم، هنشوف كيف بيشتغل. طيب P stands for perceptron IL learning الجوريثم. معلش كتابة. اوه تمام. اوكي هاي الجوريثم. طيب perceptron learning algorithm طبعا مش هنحكي عن الليتل ديتيلز تاعته، بس المبدأ بشكل عام هذا شو بيساوي لي؟ بختار ببلش ب بختار initial value للparameter vectors اللي هو ايش؟ parameter vectors w. بختار some initial value. اوكي بعدين بشوف already labels موجوده، الداتا اللي معنا عندنا الليبل تبعها هي plus 1 او minus 1، فبتفرج هل حسب الليبل الموجود إذا مثلاً إذا لقى point misclassified. شو يعني misclassified؟ يعني مثلاً هاي الـ plus 1 شايفينها اللي جاي بالجزء الأحمر، المفروض تكون بالجزء الأزرق، معناته misclassified المفروض إنه. فشو بيساوي هذا الألغوريثم؟ بيركز بس على نقطة واحدة misclassified point. إذا كانت المسكلاسيفايد بوينت، إذا كانت المسكلاسيفايد بوينت الليبل تبعها بلس 1، بيروح بجمع بحكي بدي الويت فيكتور بدي أغيره بحيث يصير W بلس Y X. إذا كان الليبل تبع المسكلاسيفايد بوينت ماينس 1، بقرر الألغوريثم إنه برضو يساوي نفس المعادلة هاي، بأخذ الأولد فيكتور وبيحسب فيكتور جديد بيساوي W plus YX. حتى النوتيشن هون بدي اياكم تعرفوه، هذا النوتيشن شو بقصد فيه؟ انا عندي algorithm وعندي iterations. اوكي بالiteration زي loop. اول اشي عندي initial value لW، بعدين بعديها بلاقي اي misclassified point بس بركز عليها. اوكي بكون عندي قيمة already لW، بروح بعمل لها update. شايفين هذا السهم؟ إنه we update the value of w such that إنها تساوي، يعني إذا كيف نحطه ماتلاب، the new value equals the old value plus y times x. y اللي هو الليبل و x اللي هي النقطة المسكلاسيفايد بوينت. فهون خلينا نتفرج هون، لاحظوا لي أنا عندي مسكلاسيفايد بوينت الليبل تبعها واحد. اوكي الليبل تبعها واحد. شو الدوت برودكت حاليا؟ This is the old W اللي باللون الأحمر. This is the old W. كيف بعرف إنها misclassified؟ W dot X شو بتطلع عنا؟ dot product بين W X minus، لأنه الزاوية
بعد ما أساوي هاي الحركة I update the value of W in this way، بضيف قيمة X بالاتجاه اللي بيخلي لي الفيكتور الجديد الـ X الـ W الجديد الزاوية بتصير حادة بينه وبين X. ساعتها لما أعمل dot product بين الـ blue vector مع الـ black vector شو نتيجة بتطلع؟ موجبة ولا سالبة؟ موجبة. فأنا زبطت. بس لاحظوا أنا الإشي اللي يمكن ما بنقدر نتخيله إنه أنا بركز بس على نقطة واحدة وبفوت وبخليها بدل ما تكون مس كلاسيفايد بتصير مثلا مصنفة بالشكل الصحيح، لأنه الداتا لينيرلي سيبربل. هذا الألغوريثم بالأخير بيزبط وبيعطيني سيبريتنج هايبر بلين، مثلا إذا بلشنا هون بننتهي هون، الأخير بيعطيني سيبريتنج هايبر بلين. طيب مثلا لاحظوا هون عندي W الأصلية مع X، شو دوت برودكت تبعهم؟ W القديمة مع X شو دوت برودكت؟ موجب. بس هاي بالأصل البوينت هاي اللي بنحكي عنها الليبل تبعها ماينس 1، فلما نضيف إلها بلس YX يعني بطرح منها X، لأنه الليبل ماينس 1 بالأخير بتصير كلاسيفايد بالشكل الصحيح. بضل نعمل iterations، نعمل update لW عبين بالأخير ما يصير عندي كل البوينتس كلاسيفايد كوركت. بوقف فهنا this is اللي هو review للي بيساوي. طيب هون بنصل لل types of learning. so far عندي أنا مجموعة أمثلة examples كلها label، يعني عندي قيمة ال input وقيمة ال output ومنها بدي أتعلم إشي. هسا شو بصير؟ مثلا أنا عندي classification problem زي ما قلت لكم، أنا عندي training data بعمل عليها separating hyperplane the best hyperplane that separates the data assuming إنه عندي linearly separable data. إذا بعطيكه a new data point new input data point من دون الليبل، ما بعرف الليبل هسا، بدي أخلي الألغوريثم يحدد بتفرج وين موجودة هاي البوينت حسب الفيتشرز تبعها، وين موجود اللوكيشن تبع هاي البوينت، هل هي بالهاف سبيس اللي بيعطيني بلس 1 ولا بالهاف سبيس اللي بيعطيني ماينس 1، وبناء عليه بصير الكلاسيفيكيشن لبوينت جديد. هذا اسمه سوبرفايزد ليرنينج. سوبرفايزد ليرنينج عندنا الانبوتس والاوتبوتس وبدنا نحذر الفانكشن او الهايبر بلين. طيب خلينا نشوف مثلا مثال ثاني على السوبرفايزد ليرنينج. عندي مثلا امريكا العشر قروش عندهم اصغر من القرش، اصغر من والقرش اصغر من الخمس قروش، والخمس قروش اصغر من اكبر شيء العشر سنت اصغر شيء، بعدين بيجي اكبر منها بدرجه قرش، اكبر بيجي منها بدرجه كحجم وزن النيكل الخمس قروش بنحكي احنا او الشلن، والكوارتر عاملينها كبيره وثقيله. فاحنا ممكن شو نساوي؟ نروح ناخذ فيتشرز، وهون شو الفيتشرز اللي اخذناها بهاي الرسمه؟ بدي اعمل كلاسيفيكيشن. بس لاحظوا از ذس ا باينري كلاسيفيكيشن بروبلم؟ لا، احنا سوف حكينا عن باينري كلاسيفيكيشن، بس خلينا نعتبر انه بدي الاقي سيفرال، بدل ما يكون عندي 1 هايبر بلين بدي الاقي 3 هايبر بلينز. اوكي، بس انا بدي اوصلكم فكره شو يعني سوبرفايزد ليرنينج. ثواني بس ثواني، الكالرز هاي شو معناتها يا جماعه؟ الكالرز معناتها انه انا عندي الليبل، يعني انا هاي عندي صرت جبت مجموعه من الكوينز، انا عارف الدايم انه دايم وعارف النيكل انها نيكل وعارف السنت انه سنت، بروح باخذ وزنه وباخذ الاريا او الديامتر، الديامتر تاعه. هذول شو هم الفيتشرز؟ هذا هو الفيكتور اللي سميناه ساي. اوكي، هسه هاي الفيتشرز لما احطها ارسمها بالتو دايمنشنال سبيس، هذا انا عندي ليبل داتا. اذا عندي الانبوت، يعني عندي الانبوت وعندي الكلر، كلر يعني بيحكي لي ذس از ديفرنت كوين، وبدي احدد والله اجتني كوين جديده، مغمض عيوني يعني فكروا بفندنج ماشين،
الفندنج ماشين انت بتحط فيها كوين بتعرف هي 10 قروش هي ربع دينار هي. فممكن احنا نعمل اشي بهاي الطريقه، انه عندي انا ارسم هاي الرسمه، عندي مجموعه من الكوينز اخذ الفيتشرز لها، عندي هنا 2 فيتشرز بهاي الحاله، وانا عارف اول اشي ليبل داتا، عارف اياها ال10 قروش واياها ال5 قروش وكذا، بناء عليها بصير حسب وين موقع البوينت الجديده اللي انا مش عارف شو هي. يعني انت لما تحط لنفرض انه الفيندنج ماشين بتقيس لك وزن الكوين وبتعرف لك الدايمتر تبعها، which is not يعني it's possible لما تفكر فيها. لنفرض انه الفيندنج ماشين بتساوي هيك. طيب هلا اجتني داتا بوينت او اجتني كوين جديد بهاي الفيندنج ماشين، انا مش عارف شو قيمتها، بشوف اذا طلعت هون، اذا طلعت الداتا بوينت الجديده هون معناته انا عندي قديش 25 سنتس، اذا طلعت هون يعني عندي 5 سنتس، اذا الفيتشرز السايز والماس حطت النقطه هون هاي عندي السنت. فهذا كله اسمه supervised learning، لانه انا كيف وصلت للعلاقه انه احدد بوينت جديده كيف اصنفها؟ لانه كان عندي داتا اصليه فيها الانبوتس والليبلز، فيها الفيتشرز او الاتريبيوتس والليبلز. هذا سوفر كله supervised. هلا unsupervised learning، لاحظوا السوبرفايزد، هذا سوبرفايزد وين راح؟ السوبرفايزد او ليبل داتا نسميها، ليبل داتا اللي هي الكيس هاي، عندي مجموعه، عندي داتا سيت وعندي مجموعه من الانبوتس او الفيتشرز والكوركت اوتبوت. بس الانسوبرفايزد كيس انا ما عندي الليبل، نو ليبل، نو ليبل او نو اوتبوت. فهون بصير انا بعمل كلاسترنج، وهنا في ميثود اسمها الكي نيرست نيبرز مثلا، او ال حنحكي عنها لقدام، وحنحكي عنها عن كمان ميثود ثانيه. يعني لو بقول لكم انتم بدكم تعملوا كلاسيفيكيشن، اعطيتكم مجموعه من البوينتس اللي هو نفس ال السنتس او نفس الكوينز اللي كانت مرسومه هون، بس هالمره انا مش عارف شو الليبل، هل مش عارف هي 1 سنت، هي 5 سنت، هي مش عارف هي كوارتر. بصير اجي كيف الماشين ليرنينج بده يصير بهاي الحاله، بده يعمل تجمع للداتا، تجمعات للداتا، بقول ايوه طيب هون هاي كلاستر، هاي تجمع، هاي كلاستر، هاي عنقود، عنقود ال هاي كمان كلاستر، وهاي يمكن كلاستر، يمكن اقول لكم يمكن انا الكلاستر اعمله هيك، بعدين في كمان هنا اتوقع كلاستر، بعدين هنا يمكن كلاستر، يمكن اعمل 3 كلاسترز الون. بدي اصير اجرب، بجرب بخبي شويه داتا عشان اتاكد من الالجوريثم تبعي، بصير اجرب لما اعمل 3 كلاسترز، لما اعمل 4 كلاسترز، لما الكلاستر يصير مساحته اكبر، لما يصير مساحته اصغر، على ما يصير عندي اكثر شيء اكيورسي في بيرفورمانس ميجر بالاخير بيحكي لي انه شغلي قديش دقيق. يعني ما عندي ليبل داتا، وبدي تخيلوا صعب الموضوع بالحاله هاي، بس مرات بيزبط الانسوبرفايزد ليرنينج حسب البروبلم. مثلا هاي البروبلم بتاعت الفيندنج ماشين بيزبط عليها إنه أعمل clusters. reinforcement learning، reinforcement learning بدل ما عندي ال input وال label، بدل ما عندي ال input وال correct output زي supervised learning، بيكون عندي input. هنا شو مقصود في some output و grade for this output؟ Yes. يعني شو بساوي أنا؟ عندي input I assign an output value لها. إذا عندي regression بكون عندي output value شيء رقم. إذا عندي classification output value بتكون يا plus one يا minus one بالباينري classification. بعطيها value، بعدين بكون في عندي إشي يقول لي والله this is good or bad. تخيل ولد صغير
كيف بتعلم مثلا reinforcement learning؟ بيجي في فنجان كب ومش عارف في هذا الكب في مي سخنة ولا مي باردة، كوفي هوت كوفي ولا كولد درينك، فبيجي بقرر انه يا بقرر انه ما يصيبه يا شو بيساوي، بده قرر يصيبه. هسه لما صابه هاي this is the sum output اللي بنحكي عنها، اذا احترقت ايده معناته this is bad don't touch it. في عنده شيء يقول له انا احترقت معناته لا بعد، فبتعلم. هاي نوع من reinforcement learning. reinforcement learning مفيد بالكنترول، يعني بدل ما انا اعمل كنترول له في كثير mathematical derivation، بروح مثلا عندي input معينة بختار output للكنترولر اوكي وبشوف هل هذا الاوتبوت بيعجبني ولا لا، يعطيني ريسبونس انا عجبتني ولا لا، وبناء عليه بعدل. لاحظوا ممكن you can automate the process بحيث توصل الاخير لكنترول لو من وراء reinforcement learning. هسه الكلاس هذا رح نعطيكم flavor of supervised learning، وبجوز نحكي بس عن algorithm or two of supervised learning unsupervised learning بشكل سريع. معلومة لطيفة شفتها انه لعبة الباكجامون هي الضامة، هاي الزهر، طاولة الزهر، شو مين البطل فيها حاليا؟ neural network. يعني مش عارف اذا بتشوفوا الاخبار بتجيبوا كانوا لاعبين شطرنج محترفين يلعبوا ضد كمبيوتر. في فترة كان في لاعب كانه روسي والله نسيت، يظلوا يغلب الكمبيوتر، بس بالأخير أتوقع بالأخير خسر. المهم بالزهر إحنا تشامبيون اللي هو نيورال نتورك. نيورال نتورك عبارة عن ليرنينج ألغوريثم أو ستركتشر موديل. ليرنينج موديل إحنا قلنا عبارة عن موديل زائد optimization algorithm، فهو البطل حاليا مش بني ادم. طبعا كيف بيساوي اللعبه هاي؟ كيف بدنا ندرب الكمبيوتر على لعبه زي هاي؟ بيتبلش الكمبيوتر يلعب، يلعب بخسر، بيعمل ريفايز استراتيجي، بيراجع الاستراتيجي تاعته، بقول اوكي انا خسرت معناته بدي اغير الاستراتيجي تاعتي، بيضل يعدل بالاستراتيجي تاعته، بصير يفوز اكثر، مع الوقت بصير unbeatable زي يس بده يكون في إشي to evaluate. مهم بين عندك إذا خسرت مثلا باللعبة، لعبت أنا وياك وخسرت معناته استراتيجي تاعتي ما كانش ناجح. يس طبعا أنت أسا الكمبيوتر مش ساينس فيكشن لحاله بقلب على الإنسان، ما هو الإنسان اللي مبرمجه. فيس أنت بدك تحط هاي البيت، بدك تحط هاي الطريقة اللي يتعلم فيها من خلال هالكمبيوتر، بس احنا ما راح نغطيها بهذا الكلاس. احنا بهذا الكلاس بجوز اذا ورجيناكم فيديو عن reinforcement learning او شو ماتلاب بيعطينا مثلا features، بيعطينا tools، خلينا نحكي ممكن نورجيكم فيديو اكثر من هيك، ما حنفوت. الكلاس هذا حيركز على supervised وشوي صغيرة unsupervised، بس نعطيكم flavor. طيب this is puzzle عجبتني. ياسر أبو مصطفى بقول اوكي انا عندي ليبل داتا، يعني هسه احنا بنحكي عن supervised learning، عندي ليبل داتا، الرول فوقاني عباره عن سم باترنز اوكي، هاي الرو داتا اعتبروها الباترن، هاي الرو داتا انتم بتقدروا تاخذوا منها فيتشرز اوكي معينه. المهم الليبل للرول فوقاني لكل باترن ماينس 1، والليبل للباترن التحتاني بلس 1 للباترنز هاي اللي تحت كلها الثلاث بلس 1. هاي التريننج داتا اللي عندي، اعطيتكم داتا بوينت جديده او باترن جديد، هذا الباترن موجود منه هون مش موجود. لو قلنا اوكي بدنا اياكم بيست اون ذا تريننج داتا تحذروا شو الليبل اللي لازم اعطيه للنيو داتا بوينت. هاي في واحد منكم مثلا بيطلع مثلا انت غريب جزء يلاقي طريقه بحيث انه يطلع الجواب بلس 1،
اقول لك بلس 1 حسب انت شو اخذت فيتشرز. مثلا انا بدي اخذ والله خلينا نشوف مجموع مثلا شوف مجموع بزبط 2 يعني مثلا انا تفرجت عليه بسرعه هذا المثال اول ما تفرجت عليه بسرعه قلت اوكي والله عدد البوكسز اكثر بس طبعا طلعت غلط مش اكثر في certain examples عدد الدارك بوكسز يكون مثلا 5 6 وفي example في يكون فيها 2 في واحد يجي يتفرج والله انه هل اذا بالنص لاحظوا لي اللي بالنص اذا بالنص امتي والله ماينس 1 بس هون ما هو هون مثلا هذا امتي عفوا وهيو بلس 1 هلا ممكن تطلعوا ديفرنت رول هذول الرولز شو هم هايبوثيسيس فرضيه ليش سمينا المودلز اللي نختارهم هايبوثيسيس في كثير كل واحد ياخذ فيتشرز مختلفه وهذا اللي بصير بالليرنينج انا اعطيت ليرنينج بروبلم لفلان ولعلان كل واحد بصير ياخذ فيتشرز ممكن مختلفه وبالاخير بيصلوا لنتيجه انه في داتا بوينت واحد الهاي حسب الهايبوثيسيس بتاعته اللي اختارها وقرر يستقر عليها يقول انه هذا الباترن لازم ياخذ ليفل بلس 1 واحد يقول لازم ياخذ ماينس 1 هون بنيجي لموضوع موتيفيشن لازم يكون موضوع جنراليزيشن يعني انا عندي تريننج داتا بجوز اشد حالي واعمل موديل معقد بحيث يطلعوا كل البوينتس هذول كلاسيفايد صح اوكي بس لما هل بقدر الريزلتس هاي اعممها على اي داتا بوينت ثانيه هذا المهم زي كأني بالضبط انا عندي هاي الداتا بوينت اقدر يعني اعمل موديل كثير معقد بحيث الاقي والله سيبريتنج هاي هلا اعمل لينير ريجريشن اعمل كيرف فيتنج مثلا عمي تقدر الحكينا بس هذا ما بيعني انه هذا الالجوريثم ممتاز هذا ممتاز للداتا للتريننج سيت بس انا بدي اعممها خارج طيب هنا بننهي يعطيكم العافية